بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة، الذي يشرف بأعينكم على قناة التناصح الفضائية ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير إذاعة التناصح. في الحلقتين الماضيتين تحدثنا عن همزة الوصل وعن دخولها على الأسماء ودخولها على الأفعال ودخولها على الحروف. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنلخص وسنراجع ما كنا تحدثنا عنه في الحلقتين الماضيتين. همزة الوصل كما مر معنا سببها أن العرب لا يبدأون بساكن في كلامهم، إذا نطقوا لا يبدأون بساكن، والقاعدة الشهيرة العرب لا تقف على ساكن، لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. إذا تكلموا بدأوا بحرف متحرك ووقفوا على حرف ساكن، هكذا لغتهم، وبها نزل القرآن الكريم. لذلك إذا وجد في كلامهم كلمة أولها حرف ساكن، جلبوا قبل ذلك السكون، قبل ذلك الحرف الساكن همزة. طبعا هذه الهمزة التي يجلبونها همزة متحركة، ينطقونها حتى يتوصلوا من خلال هذه الهمزة المتحركة للنطق بذلك الساكن، كي يتمكنوا من البدء بذلك الساكن. فحيث أن الهمزة توصل بها للتمكن من البدء بهذا الساكن، سماها العلماء همزة الوصل. همزة الوصل تعريفها نراه من خلال اللوحة التعليمية الأولى في هذه الحلقة. همزة الوصل كما نرى التعريف على اللوحة، نلاحظ أن هذه الهمزة تثبت في نحو الذين، لأننا ابتدأنا بها. اهدنا أيضا ثبتت الهمزة لأننا ابتدأنا بهذه الهمزة. أما في نحو قوله تعالى ميثاق الذين وقوله تعالى واهدنا، فإن هذه الهمزة تسقط. لماذا؟ لأن الهمزة قبلها كلام، يعني جاءت في درج الكلام، حينها تسقط لأننا لم نعد بحاجة لهذه الهمزة. نحن إنما أتينا بهذه الهمزة لنتمكن من البدء بالساكن، لأن العرب لا تبدأ بحرف ساكن. هذه الهمزة تدخل على أقسام الكلام الثلاثة. نحن نعلم أن الكلام في لغتنا العربية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. أنا من أول الحلقة أتكلم إلى الآن، كل ما نطقته وتكلمت به لا يخرج عن ثلاثة أشياء: إما أن يكون اسما، وإما أن يكون فعلا، وإما أن يكون حرفا. يعني لو الكلام الذي قلته من أول الحلقة إلى الآن أخذنا وكتبنا ونظرنا في كل كلمة، سنجد أن هذه الكلمة إما أن تكون اسم، وإما أن تكون فعل، وإما أن تكون حرف. ليس هناك شيء رابع في لغتنا العربية. الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، وهذا إن شاء الله كلكم تعرفوا. فهمزة الوصل كما قلت لكم تدخل على الاسم وعلى الفعل وعلى الحرف. نبدأ بدخولها على الفعل. إذا نظرنا في همزة الوصل حينما تدخل على الأفعال، نحن أمام أربع احتمالات، أربعة احتمالات لا خامس لها. الاحتمال الأول أن يكون الحرف الثالث من هذا الفعل مضموما ضما لازما. خذوا مثالا على ذلك، قوله تعالى أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشرب، آية صاد. أركض
أول حرف في هذا الفعل، طبعا اركض فعل أمر، أول حرف في هذا الفعل هو همزة الوصل. الحرف الثاني ما هو؟ هو الراء الساكنة، اركض، الراء الساكنة التي من أجلها جلبنا همزة الوصل. الحرف الثالث هو الكاف، والكاف ما حركتها؟ حركتها ضمة. فثالث حرف في الفعل هو حرف مضموم. فننظر نحن في الفعل الذي أمامنا، الفعل المبدوء بهمزة وصل، ننظر إلى ثالث حرف فيه، انتبهوا لهذا. إن كان هذا الحرف الثالث من الفعل مضموما فإن همزة الوصل تضم عند الابتداء. يعني لما نقول أركض، لاحظوا أني أنطق قبل الراء همزة مضمومة، أركض. لماذا ضممت هذه الهمزة؟ لماذا لم أقول اركض مثلا وكسرت هذه الهمزة؟ ضممت هذه الهمزة لأن ثالث حرف من الفعل مضموم ضما لازما. خذوا مثالا آخر، قوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. طيب الآن عندنا اسكن، هذا فعل، فعل أمر. ننظر في هذا الفعل، أول حرف فيه هو همزة الوصل، ثاني حرف فيه هي السين الساكنة التي من أجلها جلبنا همزة الوصل. إحنا ما جبنا همزة الوصل إلا لنتمكن من النطق بهذه السين الساكنة. ثالث حرف في هذا الفعل أسكن هو الكاف، ما حركة الكاف؟ حركتها ضمة. من أجل هذه الضمة التي على الكاف ضممنا همزة الوصل عند البدء بها، نقول أسكن أنت وزوجك الجنة. طبعا لو قلت ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فإن همزة الوصل ستسقط، لأن همزة الوصل كما مر معنا تسقط في درج الكلام، نبتدئ بها فقط، يعني احنا جبناها من أجل شيء معين، هو أن نتمكن من البدء بهذا الساكن، لأننا نحن العرب لا نستطيع أن نبدأ بساكن. البدء بالساكن موجود في لغات أخرى، في الفرنسية مثلا، في الإنجليزية، لكن في لغتنا العربية لا نبدأ بحرف ساكن. هذه هي لغتنا وبها نزل القرآن الكريم. خذوا مثالا آخر، أدعو مثلا، أدعو إلى سبيل ربك. أدعو أول حرف في هذا الفعل هو همزة الوصل، ثاني حرف هو الدال الساكنة، ثالث حرف هو العين المضمومة. فالآن نظرنا في هذا الفعل، ثالث حرف في هذا الفعل مضموم، فمن أجل هذه الضمة اللازمة نضم همزة الوصل عند الابتداء، نقول أدعو. إذن هذا هو الاحتمال الأول حينما تدخل همزة الوصل على الأفعال. شنو هو الاحتمال الأول؟ هو أن يكون الحرف الثالث من الفعل مضموما ضما لازما، وسأبين لكم إن شاء الله الفرق بين الضم اللازم والضم غير اللازم، بس أصبروا عليه شوي. الاحتمال الثاني والثالث، قبل أن نذهب للاحتمال الثاني والثالث نرى الاحتمال الأول ملخصا من خلال اللوحة التعليمية الثانية في هذه الحلقة. نرى أنه قد كتب على اللوحة حركة همزة الوصل عند البدء بالفعل، تضم همزة الوصل عند البدء بالفعل إن كان الحرف الثالث منه مضموما ضما لازما. ونلاحظ الأمثلة على الشاشة، أركض، نلاحظ كيف أن الكاف مضمومة، فمن أجل هذه الضمة ضممنا همزة الوصل عند البدء بها. المثال الثاني أدعو، نلاحظ أن العين وهي ثالث حرف من الفعل مضموم، لذلك فإننا ضممنا همزة الوصل عند البدء بها. والمثال الثالث أركض، نلاحظ أن الكاف مضمومة، من أجل هذه الضمة ضممنا همزة الوصل عند الابتداء. إذن هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية والثالثة أن يكون الحرف الثالث من الفعل مفتوحا أو مكسورا، أن يكون الحرف الثالث من الفعل مفتوحا أو مكسورا. لاحظوا أيها المباركون، لما نريد نعرف حركة همزة الوصل عند الابتداء، أول شيء ننظر هل هذه الكلمة التي أمامي هل هي فعل أم اسم أم حرف. طيب هي فعل، الآن نتكلم على الأفعال. مباشرة ننظر إلى ثالث حرف في الفعل، إن كان مضموم هذه هي الحالة الأولى، بشرط أن يكون مضموما ضما لازما، نضم همزة الوصل عند البدء بها. إن كان الحرف الثالث مفتوحا أو مكسورا، ما الذي نفعله؟ نكسر همزة الوصل عند البدء بها. خذوا مثالا على هذا، قوله تعالى مثلا
اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. اذهب، هذه الكلمة اذهب الآن مثلا أقرأ في المصحف وجدت هذه الكلمة، أول شيء أنظر هذه الكلمة هل هي فعل أم اسم أم حرف؟ هي فعل، فعل أمر. فأنظر في هذا الفعل، أنظر إلى ثالث حرف فيه. الحرف الأول من هذا الفعل هو همزة الوصل، الحرف الثاني هو الذال الساكنة التي من أجلها أتينا بهمزة الوصل، الحرف الثالث هو الهاء. ما حركة الهاء؟ حركتها فتحة مباشرة، أكسر همزة الوصل عند البدء. نقول اذهب. خذوا مثالا آخر، قوله تعالى ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف، ننظر هذه الكلمة ما هي، هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ طبعا هي فعل، فعل أمر. فأنظر إلى ثالث حرف في الفعل، اكشف أوله همزة وصل، هذا هو الحرف الأول، الحرف الثاني هو الكاف الساكنة التي من أجلها أتينا بهمزة الوصل، والحرف الثالث هو الشين. ننظر إلى حركتها، ما حركة الشين؟ حركتها كسرة، فمن أجل هذه الكسرة نكسر همزة الوصل عند البدء بها. إذن هذا هو الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث، أن تكون همزة الوصل مفتوحة أو أن تكون همزة الوصل مكسورة. في كلتا الحالتين نكسر همزة الوصل عند البدء بها. الاحتمال الرابع والأخير هو أن تكون أو أن يكون الحرف الثالث من الفعل مضموما ضما عارضا. في الاحتمال الأول قلنا أن يكون الحرف الثالث من الفعل مضموما ضما لازما، لكن الآن قلت أن يكون الحرف الثالث من الفعل مضموما ضما عارضا، يعني ضما غير لازم. بعض الكلمات أو بعض الأفعال في اللغة العربية إذا نظرنا فيها نجد أن ثالث حرف من الفعل عليه ضمة، لكن هذه الضمة ليست لهذا الحرف. طبعا هذا شيء في علم الصرف، وعلم الصرف وعلم النحو أيضا لهما تعلق بالقرآن الكريم، ويجب على حافظي القرآن الكريم يعني أن يكون لديهم على الأقل أساسيات هذين العلمين، سواء علم النحو أو علم الصرف. طبعا لكي أوضح مسألة الضم العارض يمكن أن أبسطها من خلال هذا المثال. قوله تعالى ثم قضوا إلي ولا تنظرون، أو قوله تعالى قالوا بنوا عليهم بنيانا. اقضوا، نلاحظ أن ثالث حرف من الفعل وهو الضاد هنا عليه ضمة، لكن هذه الضمة ليست ضمة لازمة، إنما هو ضم عارض. لماذا؟ لأننا لو خاطبنا المفرد وأمرنا المفرد اقضوا، الآن أخاطب جماعة وآمر جماعة، لكن إذا أمرت واحدا سأقول له اقضي. نلاحظ أن الضاد الأصل فيها أن حركة هذه الضاد هو الكسر، لكن أصبحت اقضوا لأن هذا الفعل اتصلت به واو الجماعة فضمت الضاد، كانت مكسورة فأصبحت مضمومة لأجل مجانسة واو الجماعة لها. لا يمكن أن أنطق ضاد مكسورة بعدها واو جماعة، هذا لا يستقيم. المثال الآخر ابنو، إذا خاطبت المفرد ستقول له ابني، نلاحظ أن النون مكسورة في الأصل، لكن لما خاطبنا جماعة وأمرنا جماعة أتينا بواو الجماعة وجعلناه في آخر هذا الفعل فقلنا ابنو، فضمت النون بعد أن كانت مكسورة لأنها في الأصل مكسورة. لماذا؟ لمجانسة واو الجماعة. الآن نأخذ، أخي المخرج مصر على الفاصل، طيب نأخذ اللوحة التعليمية بعدها نخرج للفاصل. نلاحظ أنه على اللوحة التعليمية كتب حركة همزة الوصل عند البدء بالفعل، تكسر همزة الوصل عند البدء بالفعل إن كان الحرف الثالث منه. لاحظوا دائما نتكلم على الحرف الثالث للأفعال مكسورا، نحو اكشف، الحالة الثانية مفتوحا نحو اذهب، اللوحة الحالة الأخيرة أن يكون مضموما ضما عارضا نحو ابن
امشوا، اقضوا، وما مثل ما مثل هذه الأفعال. الآن نخرج لفاصل قصير، نواصل بعده بإذن الله حديثنا عن همزة الوصل ودخولها على الأسماء والأفعال والحروف. حياكم الله. موقع الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، محمد القماطي .ly. مقالات، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. نشر للعلم وتعاون على البر. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. تكلمنا قبل الفاصل عن كل ما يتعلق بدخول همزة الوصل على الأفعال، ولاحظنا أن حركتها دائرة بين الكسر والضم ولا فتح فيها أبدا. ننتقل إلى دخول همزة الوصل على الأسماء. همزة الوصل عند البدء بالأسماء تكون مكسورة دائما كما أسلفت وذكرت لكم. أول شيء، لما نجد كلمة مبدوءة بهمزة وصل ننظر فيها، هل هي فعل أم هي حرف أم هي اسم؟ إن كان فعلا تحدثنا عن الأفعال، ننظر إلى ثالث حرف من هذا الفعل. إن كان مضموما ضما لازما نكسر، نضم همزة الوصل عند البدء بها. إن كان مفتوحا أو مكسورا، طبعا ثالث حرف، أو مضموما ضما عارضا نكسر همزة الوصل عند البدء بها. إذا وجدنا أن هذه الكلمة هي اسم، يعني مر معنا في القرآن كلمة ابن، ابنة، ومريم ابنة عمران، اثنين، اثنتين، اسم، اسمه المسيح عيسى بن مريم، امرؤ، إن امرؤ هلك مثلا، هذه كلها أسماء. مثلا كلمة استغفار، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، استكبارا واستكبروا استكبارا، فهذه كلها أسماء. مباشرة أكسر همزة الوصل عند البدء بها، لا أفكر. لما أجد أن هذه الكلمة المبدوءة بساكن وجلبنا همزة وصل قبل هذا الساكن هي اسم، مباشرة أكسر همزة الوصل عند البدء بها. هذه الخلاصة، همزة الوصل عند البدء بالأسماء مكسورة دائما، كما نرى هذا موضحا من خلال اللوحة التعليمية. حركة همزة الوصل عند البدء بالأسماء، تكون همزة الوصل في الأسماء مكسورة دائما، نحو ابن مريم، نلاحظ أن ابن هي اسم، اسمه المسيح، نلاحظ كيف كسرنا الهمزة، نقول اسمه المسيح، امرأة، استكبارا، استغفار، فدائما همزة الوصل عند البدء بالأسماء مكسورة. الحالة الأخيرة ما هي؟ هي دخول همزة الوصل على الحروف. هذا الذي بقي، تكلمنا عن دخول همزة الوصل على الأفعال، وتكلمنا عن دخول همزة الوصل على الأفعال، بقي أن نتكلم على القسيم الثالث والأخير من أقسام الكلام في لغتنا العربية، هو الحرف. همزة الوصل تدخل على حرف واحد فقط من الحروف. طبعا نعلم أن الحروف في اللغة العربية كثيرة، لكن همزة الوصل لا تدخل إلا على حرف واحد وهو لام التعريف. طبعا لام التعريف كما نعلم جميعا هي لام ساكنة
تجعلها العرب في أوائل الأسماء لتعريفها، هذا قلم. فإذا أرادوا أن يعرفوا هذا القلم يقولون القلم، هذا الذي أمامي كأس. إذا أرادوا أن يعرفوا هذه الكلمة يقولون أو هذا العلم يقولون الكأس، هذه ورقة يقولون الورقة. فلام التعريف هي لام ساكنة تجلبها العرب في أوائل الأسماء لتعريفها. إذن هي لام ساكنة، لام التعريف هي لام ساكنة، والعرب لا تبدأ بساكن، لذلك استجلبوا همزة قبل هذه اللام الساكنة، هي همزة وصل، ليتوصلوا من خلال هذه الهمزة للتمكن من النطق بهذه اللام الساكنة. وهذه الهمزة تكون مفتوحة دائما، يعني يقولون القلم ولا يقولون القلم ولا يضمونها أيضا، يقولون الورقة ولا يقولون كما نقول في العاميات الورقة الورقة أبدا. الهمزة الوصل التي ندخلها على لام التعريف تكون مفتوحة دائما، لا نكسرها ولا نضمها. ما قلته عن دخول همزة الوصل على لام التعريف نراه ملخصا من خلال اللوحة التعليمية الأخيرة في هذه الحلقة. دخول همزة الوصل على الحروف، تدخل همزة الوصل على حرف واحد هو لام التعريف، وطبعا لام التعريف هي لام ساكنة تجعلها العرب في أوائل الأسماء لتعريفها، وتكون مفتوحة دائما، ننتبه لهذا، دائما تكون مفتوحة. نحو الأرض، لاحظوا أني أقول الأرض ولا نقول الأرض. الكتاب ولا نقول الكتاب. الله ولا نقول الله. فهمزة الوصل حينما تدخل على لام التعريف تكون مفتوحة دائما، هذه هي همزة الوصل عند الدخول على الحروف. نلخص مبحثنا أيها المباركون، انتبهوا معي، الأمر سهل جدا. لما يمر معنا في المصحف كلمة أولها همزة وصل، أول شيء نديروه نشبحه في هذه الكلمة، هل هي فعل أم اسم أم حرف؟ إن كانت فعلا ننظر إلى ثالث حرف من هذا الفعل، إن كان مضموما ضما لازما نضم همزة الوصل عند البدء بها، إن كان ثالث حرف مفتوحا أو مكسورا نكسر همزة الوصل عند البدء بها. لاحظوا أقول عند البدء بها، لأننا لو إذا لم نبتدئ إذا لم نبتدئ بهمزة الوصل فلا حاجة لها، ستسقط أصلا هي الهمزة، لأن همزة الوصل كما مر معنا في مطلع الحلقة تسقط في درج الكلام وفي وصله، يعني إذا كان جاء قبلها كلام نحن لسنا بحاجة لهذه الهمزة، لأننا إنما أتينا بهذه الهمزة لنتمكن من النطق بالساكن. الحالة الرابعة أن يكون الحرف الثالث من الفعل مضموما ضما عارضا، بمعنى أن الأصل في الحرف الثالث هو الكسر، فهذه الحالة أيضا نكسر فيها همزة الوصل عند البدء بها. إذا كانت هذه الكلمة التي أمامي اسم مباشرة، لا أنظر لا لثالث ولا إلى رابع، مباشرة أكسر همزة الوصل، مثل ابن اسم، ابنة اثنين اثنتين، امرؤ امرأة. إذا كان حرف، طبعا هي لا تدخل همزة الوصل إلا على حرف واحد، ما هو؟ هو لام التعريف، لا نجد حرفا إطلاقا أوله همزة وصل، لا يوجد في اللغة إلا حرف واحد فقط وهو لام التعريف. إذا دخلت على لام التعريف دائما تكون همزة الوصل مفتوحة، لا نكسرها ولا نضمها، نقول الأرض، القلم، الورقة، الطاولة، المصحف. هذا باختصار ملخص بحث همزة الوصل في لغتنا العربية التي بها نزل القرآن الكريم. الآن سنتلو التلاوة المنهجية، وهي الصفحة 13 بعد 104 من الآية 19 إلى الآية 27 من سورة لقمان. أتلو وبعد ذلك كما هي العادة نفتح الهواء لكم أيها المباركون
لمن أراد منكم أن يسمعنا تلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. بإذن الله نستقبل اتصالاتكم للسماع لها ولتصحيحها وإبداء الملاحظات عليها، لكن بعد أن نخرج لهذا الفاصل القصير. فاصل واصل بعده بإذن الله، ابقوا معنا. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني nadirelamrani.ly. مقالات، فتاوى، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني، نافذة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني. نا
نشر للعلم وتعاون على البر. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. الأرقام ستظهر أسفل الشاشة لمن أراد منكم أن يسمعنا تلاوته أو أن يسألنا في علم التجويد. كما هي العادة، بعد أن نتلو التلاوة المنهجية نبين الخلفة لإخواننا الذين يقرؤون برواية الإمام حفص أو برواية الإمام الدوري عن أبي عمرو أو برواية الإمام ورش رحمهم الله جميعا. نخص هذه الروايات لأن هذه الروايات هي الروايات المنتشرة بين عامة المسلمين. أول الخلف هو في الآية 21، وهو قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهو محسن قرأ ورش وحفص وهو محسن بضم الهاء، وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. طبعا الوثقى التقليل بخلفه ورش، إما أن يقلل وإما لا يقلل، هما وجهان. معنا الأخ زكريا، السلام عليكم زكريا، حياك الله. حياك الله شيخ، كيف حالك؟ أهلا وسهلا بك أخي. وسهلا. أهلا وسهلا، تفضل بالقراءة. من نبدأ شيخ؟ معلش. يحسن أن تقرأ من الآية 19 من سورة لقمان إن أمكن، وإلا اقرأ من أي مكان. بداية الآية: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. صفحة 413. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحسن ذنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. حسبك حسبك، بارك الله فيك أخي زكريا، ما شاء الله قراءة خاشعة وصوت جميل وقراءة متقنة. انتبه لكلمة سخر، الراء مفخمة وهي مفتوحة فهي في أعلى مراتب التفخيم. أيضا كلمة الصدور، الراء هنا مفخمة لأنها سكنت عروضا بسبب الوقف وقد سبقت بضمة. انتبه لهاتين الكلمتين وما ماثلهما، وتلاوتك ما شاء الله متقنة، زادك الله توفيقا وفضلا. معنا الأخت وصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أختي، تفضلي بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل له اتبع ولا كتاب منير. الراء مرققة لأنها سكنت بسبب الوقف ومسبوقة بكسرة، انتبهي لها. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. انتبهي لقلقلة الدال. أولو كان الشيطان يدعوهم انتبهي لهذا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. طيب بارك الله فيك أختي وصال، انتبهي لتفخيم وترقيق الراءات. ولا كتاب منير، هذه الراء سكنت عروضا بسبب الوقف وقد سبقت بكسرة. هذه نرققها، لا نفخم، لا نقول منير نفخم الراء، هذا لا يصح. أيضا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، الراء مرققة أيضا لأنها سكنت بسبب الوقف وقد سبقت بكسرة. أيضا انتبهي لأزمنة الغنن، وانتبهي لحروف القلقلة. يدعوهم، الدالة ساكنة وهي من حروف القلقلة، من حروف قطب جد. معنا الأخ عبد الناصر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله أخي عبد الناصر، تفضل بالقراءة. من أي آية؟ من الآية التاسعة عشر من سورة لقمان. أنت يسر أن تقرأ من هنا وإلا اقرأ من أي مكان يا عبد الناصر. ألم يروا؟ نعم، ألم تروا أن الله. أخي عبد الناصر، لو سمحت أريد أن أطلب منك طلب بسيط جدا قبل أن تبدأ بالقراءة. أخفض صوت التلفزيون واسمعني من سماعة التليفون لو سمحت. نعم، اسمعني من سماعة التليفون واقرأ من أي مكان، من أي مكان اقرأ. أيوه خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. انتبه للغنن عبد الناصر. عفوا أخي عبد الناصر، الصوت يعني فيه تشويش وخلل من المصدر، إذا تكرمت تعيد الاتصال بنا. ويبدو يعني أنك تقرأ برواية الإمام ورش، فحبذا يعني لو أعدت الاتصال بنا أخي عبد الناصر. معنا الأخت أمل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أختي الكريمة، تفضلي بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. حسبك بارك الله فيك يا أختي أمل، ما شاء الله تلاوتك جيدة، قرأت علينا من أول سورة الأنفال. عندي ملاحظة واحدة كرما يعني تهتم بها وتتدرب عليها، وهي أزمنة المدود. لا تبالغي في الأزمنة، لا تقولي حق، هذا المد الذي مددتيه ثلاث حركات أو أربع، ربما هو مد عوض بمقدار حركتين فقط، هذا كمثال. فاهتمي بأزمنة المدود بارك الله فيك وزادك الله توفيقا. معنا يسرى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أختي الكريمة، تفضلي بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم تما فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قلقل الدال من غير أن تكسريها. سدرة عند سدرة المنتهى. لا تكسري الدال، لا تقولي سدرتي، الدال مقلقلة لا نكسرها. سدرتي ولا نقول سيدة، انتبهي. نعم، عند سدرة المنتهى. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. حسبك. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. حسبك. أفرأيتم اللات والعزى. عفوا يسرى، وددت لو سمعت منك أكثر لكن الوقت يضيق علينا. ما شاء الله تلاوتك جيدة، انتبهي حروف القلقلة. قطب جد يعني حروف القلقلة تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحبها شائبة من حركة، هكذا قال العلماء، يعني لا نقربها للفتح ولا نقربها للكسر كما يوجد في بعض كتب المتأخرين ممن ألفوا في علم التجويد. هذا الكلام هو لا أصل له، فحرف المقلقل ننطقه بالتباعد بين طرفي عضو النطق، نقول أق أد أنج هكذا، ولا نقرب لا لفتحة ولا لكسرة. انتبهي أيضا للفواصل في هذه السورة. والنجم إذا هوى، في الواو هنا الواو مفتوح وبعده ألف، نفتح الفم فتحا وسطا ويكون اللسان في وضع الراحة، ولا نقول هوى، هذا تقليل،
وقالون رحمه الله لا يقلل في مثل هذه المواضع، انتبهي لهذا. معنا الأخت مريم، السلام عليكم، وهي آخر متصلة وعمرها 10 سنوات كما يقول المخرج. أهلا وسهلا. السلام عليكم مريم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، تفضلي بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود. نعم، وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود، إذ هم عليها قود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين جود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. سبحانه وتعالى. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم مريم لم يتوبوا لهم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حسبك، بارك الله فيك يا مريم. بارك الله فيك، نسأل الله أن يحفظك وأن يوفقك، جزاك الله خيرا. نكتفي بهذا القدر من الاتصالات، نكمل الخلف فيما بقي من وقت. في الآية 22 قوله تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، هكذا قرأ نافع رحمه الله. أما أبو عمرو وحفص فقد قرأ: ومن كفر فلا يحزنك كفره، مضارع حزنه، يعني جعله حزينا. أما قراءة نافع فلا يحزنك، مضارع أحزنه. في الآية 26 قوله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله. أبو عمرو رحمه الله قرأ: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده. طبعا والبحر يمده عطفا على اسم إن، أما الجمهور الذين قرأوا والبحر يمده من بعد 7 أبحر على أن الجملة الإسمية في موضع الحال، والواو الذي قبل البحر هو واو الحال، وهي حال من أنما في الأرض من شجرة، أي تلك الأشجار كائلة في حال كون البحر مدادا لها. هذا هو كل الخلف ذكرناه لإخواني الذين يقرؤون برواية ورش أو برواية حفص أو برواية الدوري عن أبي عمرو. طبعا نحن هنا في ليبيا أغلبها يقرؤون برواية الإمام قالون، ورش إخواننا في المغرب العربي والإسلامي، حفص هي أكثر القراءات انتشارا ورواية انتشارا في العالم الإسلامي كله، ورواية الدوري عن أبي عمرو يقرؤون بها في السودان وفي حضرموت. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله. ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتراها عين الرحمن، وصدور تشتاق إلى القرآن.